نيجي بقى للجزء اللي هو بصراحة يعني أنا بشكر عليه كل حد كان ليه تعب ومجهود، وخصوصا التيم الجميل اللي أنا بتشرف إن أنا بشتغل معاه، كل فريق الناس الأحباء اللي على التليفونات، الخدام اللي في مصر مندوبينا سواء في القاهرة أو في اسكندرية واللي وصل للصعيد كمان، بشكركم ألف شكر. بشكركم أنتم أحباء المشاهدين، لأن أنتم اللي كنتوا سبب في فرحة الناس اللي هنشوفها دلوقتي. في ناس وصلت لها البركة لحد عندها في البيوت نظرا لعدم مقدرتها أنها تنزل، في حاجات وصلت للصعيد، ويمكن السنة دي بفضل ربنا وفضل حضراتكم كان في 70 أسرة جديدة علينا ما كناش متعودين نبعت لها بركتكم يعني كل عيد، لكن بفضلكم وبفضل ربنا في الأول وفي الآخر قدرنا نوصل ابتسامة وفرحة ليهم. في أحباء وصلت لها في كنائس معينة يعني وصلت لها لحوم يعني هي كانت طالبة ده. الخدام ممدوح وجورج بصراحة تعبوا جدا 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 في مصر، حضراتكم متخيلين انهم لحد يوم السبت بيشتغلوا وكانوا بيوصلوا البركة اللي انتوا بعتينها للأحباء. كل الشكر ليكم، وربنا يعوضكم كل خير ويفرح قلوبكم يا رب زي ما انتوا فرحتوا قلوبهم، وكل الشكر للتيم الجميل اللي ساعد ان البركة دي توصل من خلالكم للأحباء أحبائنا في مصر، وباسمهم وباسم القناة بنقول لكم ألف ألف شكر.